الوفاء للوطن والحب، دي الرسالة اللي بتقدمها الأغنية التونسية الجديدة ما هماش لاهين بينا، اللي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وشارك بها عدد من المشاهير. أغنيات ما هماش لاهين بينا بتقدم في إطار غنائي جماعي بمشاركة عدد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة التونسية. الأغنية من كلمات وألحان عبد الرحيم القريشي، وهو أيضا صاحب الفكرة. فكرة جت بالأوضاع الواحد يعني عايشهم، وقلوا احنا في بلادنا، ويعني التحولات اللي صايرة من الثورة حتى يكشي بتوى، والتقلبات الاجتماعية والسياسية والحاجات بكلهم اللي صار، والمبدع ماله إلا مراية للي صاير ويعبر على الحاجات هذوكم. الأغنية لها الرسالة بيحاول صناعها تقدمها للجمهور. المساج عامة هو ننقضوا في الوضع الراهن للبلاد، لكن نقعد ديما نحبوا البلاد، واللي احنا ديما نقعدوا اوفياء للبلاد هذه، ومهما صار يعني نقعدوا معها. وجود عدد كبير من الفنانين والرياضيين بيصعب مهمة تنفذها. لولا يعني أنه كل الأشخاص كانوا متطوعين يعني كلهم يعني بدون نظرا لموضوع الأغنية، ونحب نشكرهم برشا بالمناسبة، شكر كبير برشا على قبولهم المشاركة وعلى المشاركة والمساهمة اللي بلابيهم، وما كانش العمل الذي بش يكون له وجود. نادرة لملوم من أبرز الفنانين التونسيين المشاركين في الأغنية. سمعتها حسيت بها وأثرت فيها، ولقيت مساج هادف وراها رسالة، وأنا من موقعي كممثلة وكفنانة تونسية مش بشرطي لازم نكون نغني وصوتي حلو، يعني نجم نتفاعل ونحس، والحقيقة ما غنيتش بصوتي، يعني كان تفاعل أكثر منه أغنية. يعني نادرة لملوم بمشاركتها في الأغنية جزء من توجهها السياسي. أنا الحقيقة السياسة ما تعنينيش ياسر، بقدر ما يهمني دوري أنا في البلاد شنو، معناها أنا شنو نجم نضيف لتونس، وقد ما يعنيني أنه يكون التونسي مرتاح والمواطن العربي بصفة عامة، يعني نحاول على الأقل نعيشه بكرامة. الفيديو كليب الخاص بالأغنية هيكون من إخراج علي بلسود. حبينا نخدمه بارش على السامبوليك الرمزية، معناها ما حبيناش نعمله هكا سيناريو كبير ولا نخدمه خدمة كياسر كبيرة في الغناية، هي بيدها قائمة الذات، ركبوا الغناية مع الوجوه هذيك تنجم تعطيك معناها خلطة قوية برشا، وتنجم تعبر على الغناية ومعانيها.